السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا كنتوا فاكريني انا وحمزة، بس دلوقتي انا ماهي وحمزة. انا كنت في مصر بس رجعت السعودية تاني، انا مشاهد مستقبل تاني. اولا لو الفيديو كان اللي هناك ده مصطفى عند حمزة، والفيديو ده هو مصطفى يعني، بس ما تكتبوش، قول اكتبوا مصطفى بس عشان انا هرسل على اليوتيوب. وطبعا في 2012 ولا 12، لا مش 12، 2019 قصدي. طبعا اللي بيعمل مقالب كتيرة اللي هو جاب شرخان وجنن، طبعا اللي هو رامز بطل بلعت. طبعا الرامز اللي بدأ الأول مقلب هو رامز قلب الأسد، تاني مقلب رامز ثعلب الصحراء، وثالث مقلب رامز فكرني رمز عرش البحر. بعدين رابع حاجة رمز مكر الجو، خامس حاجة رمز بيلعب بالنار، وده رمز تحت الأرض. تاني آخرا آخرا اللي في 2018 اللي هو 2018 هو رمز تحت الصفر. هم بس سبعة اللي جم. دلوقتي هنتكلم على 2019. لسه عارفين رامز؟ بالتأكيد مين ما بيحبش شاروخان؟ مين ما بيحبش رامز؟ ولا حد ما بيحبش رامز. رامز يعني بيعمل مقلبات كتيرة في رمضان. رمضان كريم جاي، رمضان كريم، شوفوا ضمن رمضان عشان رمضان جاي شوية، ما ترحمونا من رمضان شوية أو العيد. طبعا يوم رمضان كنا بنجيب أكل المسكين، طبعا عثمان وصاحب دادا طبعا. بس اليوم رامز 2019 هيكون رامز خارج نطاق الخدمة، والتاني رامز رامز في الفضاء، رامز ملك الغابة، رامز في الشلال اللي هو أكيد الجوريلا وفيل. طبعا رامز نطاق الخدمة هيجيبوا كده بنت، ما أعرفش اسمها ايه، بنت او ولد ما أعرفش. رامز حينام طبعا، اللي اسمه فنان رامز ده المعفن ده اللي بيعمل مقلبات كتيرة. اول ما يصحى من النوم هيسمع صوت البكاء اللي بيلعب بوجهه اللي هو قرص. طبعا زي الفيل. بعدين بيروح بيظهر الابنور، بس الاول مش هتشوفوا الابنور، هتعيطوا كده، هيودوك في مكان فيه شمعة كده مولعة، لما تنام بالليل هيشيلوك الصبح عند مكان كده ضل، مش عارف، ما عندوش ولا شمعة ولا حاجة بتنور. طبعا هنتكلم عن رامز في الفضاء. رامز في الفضاء ده انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، فخلينا نتكلم عن رامز ملك الغابة. طبعا مش عارف ايه اللي هيحصل، بس عارف رامز في الشلال. اتفرجت في اليوتيوب طبعا، قعدت اطمن على رامز. كمان في الماسنجر قبل كده كتبت الرامز حاجة، رامز بعت لحامل فيك مقلب المرة الجاية. ازاي؟ انا اصلا مش ممثل، انا مش موجودة على التلفزيون يا رامز. تتجننوا ان رامز اتجنن، رامز اتجنن، رامز جاب شاروخان. مين ما بيحب الشاروخان؟ اكيد رامز في الشلال واحد من واحد فريق عمل رامز اللي بيعمل فيديو، هيركب سفينة مع دنيا سمير غانم ولا كده، ما عرفش مين،
بعدين اول لما يوصل الشلال هيكب على الميه، هتكب على واحد فريق عامل رامز اللي بيعمل فيديو. بعدين اول لما يوصل الجزيره، بعدين اول لما يمشي من الجزيره هيحس ان الجزيره بتغطس في البحر، فهو بيحاول يمسك حاجه ينجز نفسه بيها. في الرعب بالليل هيظهر غوريلا وفيل. طبعا الفيل اللي هيقعد يزنن صوت عالي، رمز هيظهر على غوريلا كده. اصلا هو رمز عامل فيه، ما انا بحرف ان هو رمز بالظبط، عارفين كده. بعدين بعدين هم اخترع دولة اندونيسيا ليه؟ تفتكروا ليه؟ عشان جيب ناس تقيلة كبير في السنين، صح؟ ولا مسنين اي حاجة. بعد مع السلامة، باي باي، اشوفكم في الحلقة التانية. فكرني طبعا في مصر، انا كنت المشاهد مصطفى بس انا غيرت ورحت السعودية، بدأت المدرسة. انا كنت الاول مدرسة ما فيش ولا موبايل. طبعا لما رحنا مصر اخدنا الموبايل عنا نلعب بيه، وحمزة قعد يقول لي ينفع نعمل فيديو، قلت له ماشي. بعدين انا لما انا لوحدي كده مصطفى بس من غير حمزة، يا ببقى انا عايز فيديو. وطبعا هجيلكم في مصر المره الجايه يوم رمضان 20 يعني، وانا هصور حمد طبعا لو جاء على طول على موبايلي يصور فيديو. يلا باي باي، اشوفكم في الحلقه الثانيه قصدي الثالثه، ولا ما اعرفش. ميت، باي باي. Bye.